استقبلنا من طرف السيد مدير الديوان برئاسة الجمهورية الأستاذ أحمد يحيى، أكدنا فيما يتعلق بقضية الدستور في الديباجة على دور جيش التحرير الوطني وجبهة التحرير الوطني، وأكدنا على اختيار النظام الرئاسي باعتباره أهم، وكذلك على احترام الحقوق والواجبات وحقوق الإنسان وكرامته ولا يجوز المساس بهما، وأكدنا على الفصل ما بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وممارسة الرقابة، وأكدنا أولا على استقلالية القاضي واستقلالية القضاء وتعزيز مكانة المجلس الدستوري وتوسيع تشكيلته وانتخاب نائب لرئيسه، أكدنا على دور المنظمات والأحزاب الفاعلة، ولا يحق لأحد ولا يحق لأي أحد أو أي حزب أو منظمة الحل إلا بأمر قضائي، وأكدنا على الحزب الفائز في الانتخابات له الحق في تشكيل حكومته. أما بالنسبة للوضع الاقتصادي فأكدنا على حماية الأراضي الفلاحية من الغزو الأسمنت، ونعتبرها بأنها هي المنفعة العامة وليس البنايات، وأكدنا كذلك على حماية الإنتاج الوطني من غزو الأسواق الدولية وحماية الملكية العامة والخاصة، واقترحنا كذلك في هذا الصدد اقتراح عاصمة سياسية للبلاد، واقترحنا كذلك إنشاء لجنة الصياغة اللي هي عند نهاية المهمة، ما تكون هذه لجنة الصياغة ما بين الأطراف المشاركة حتى تطمئن القلوب وتهدأ النفوس.